حالة النزوح الدائم التي يعني يعيشها الشعب الفلسطيني، نزوح من شمال القطاع إلى وسطه إلى جنوبه، يعني منذ الأمس ومع تزايد العملية العسكرية الإسرائيلية الغاشمة على خان يونس هناك محاولات للنزوح إلى رفح، وهناك قصف لمن يعني يحاول النزوح. يعني كيف يمكن العيش في ضمن كل هذا يعني الرعب؟ يعني رغم ما تمارسه قوات الاحتلال من ممارسات وحشية ونازية، إلا أن الشعب الفلسطيني يريد أن يتمسك بأرضه ولا يريد أن يغادر هذه الأرض. مع كثافة النيران وكثافة الوحشية تبعت الجيش الإسرائيلي اضطر المواطن الفلسطيني أن ينتقل من مكان إلى آخر، على الرغم من قناعته المطلقة بأنه لا يوجد مكان آمن في داخل قطاع غزة. يعني على سبيل المثال، من بداية الحرب حتى وقت قليل كان الاحتلال يدعي بأن أو يطلب من المواطنين التوجه إلى المواصي في خان يونس باعتبارها أنها منطقة آمنة. اليوم المواصي هي تحت النار وتحت القصف وتحت القتل، وبالتالي لم يعد هناك مكان في غزة يمكن للمواطن اللجوء إليه. وأستطيع أن أقول لك اليوم أنه في 1.5 مليون مواطن فلسطيني بيقيموا في مدينة رفح. مدينة رفح هي أصغر مدن قطاع غزة، 300 ألف نسمة، والبنية التحتية فيها غير مهيئة لاستقبال هذه الأعداد. يعني إحنا لما نتحدث عن 1.5 مليون، من كانوا 300 ألف نسمة، اليوم صاروا 1.5 مليون. دول ذات سيادة ودول تتمتع أقل بكثير عدد سكانها، لأن أقل من ذلك. وبالتالي نحن نتحدث عن نزوح كبير إلى محافظة رفح، ومحافظة رفح حتى البنية التحتية سواء كانت الصحية أو العقارية غير مهيئة لاستقبال ألاف ومش 1.2 مليون نسمة. يعني إحنا مثلا في قطاع غزة اليوم كل البنية الصحية تم تدمير. يعني عندما نتحدث عن مستشفيات شمال غزة تم إخراجها عن خدمة بشكل كامل، سواء مستشفى كمال عدوان، سواء مستشفى الأندونيسي، وأيضا العودة. إذا انتقلنا إلى غزة أيضا تم تدمير البنية الصحية بكاملة. مجمع الشفاء الطبي وهو أكبر مجمع طبي في قطاع غزة تم إخراجه عن الخدمة، المستشفى الأهلي، المستشفى الرنتيسي. يعني كل واليوم يتم حصار مجمع نصر الطبي في محافظة خان يونس، وهو ثاني أكبر مركز طبي في قطاع غزة. وبالتالي نستطيع أن نقول كل المرافق الصحية في قطاع غزة تم إخراجها عن الخدمة باستثناء مستشفيات رفح. مستشفيات رفح لا تتلائم بالمطلق مع الحدث. نحن نتحدث عن 3 مستشفيات صغيرة جدا ولا تكفي ل أو غير قادر على استيعاب. بالأساس هي مستشفى ولادة، مستشفى أبو يوسف النجار، مستشفى صغير جدا. وبالتالي هنا كانت المأساة الكبيرة أنا باعتقاد اللي بواجهها شعبنا، أن الكثير من مقومات الحياة الأساسية الصحية والبيئة غير متوفرة في مدينة رفح. مدينة رفح مدينة صغيرة تختلف عن مدينة غزة أو مدينة خان يونس. في المستشفيات أو ما بقي من مستشفيات يعني خارج رفح، يعني كانت هناك يعني صرخات استغاثة من حتى منظمات دولية، منها منظمة الصحة العالمية، عن أنه يعني كثير من عمليات بتر الأطراف تجرى بدون تخدير مخدر، وهناك نقص كبير في الكثير من الأدوية والكثير من الإمكانيات الطبية والكثير من الأجهزة. عندما نتحدث عن إخراج هذه المستشفيات عن الخدمة، نحن لا نتحدث فقط عن المرفق، وإنما أيضا نتحدث عن الطواقم الطبية ونتحدث عن الأجهزة الطبية اللازمة والأدوية وما شابه ذلك. وبالتالي عندما تم حصر المرافق الصحية فقط في رفح وهي غير مهيئة بالمطلق لذلك، أنا باعتقادي أنه صارت تجرى عمليات جراحية بدون تخدير. أيضا الطبيب يقف عاجزا لأنه لا يوجد دواء بالأساس، وبخاصة في الأدوية المزمنة اليوم في معاناة ونقص حاد في هذه الأدوية. وأيضا إحنا بنتحدث عن في قطاع غزة كان تقريبا 2700 سرير في المستشفيات، في رفح العدد لا يتجاوز 300 سرير. وبالتالي مهما تحدثنا عن إمكانيات طبية في رفح تبقى أقل بكثير جدا من إمكانية مواجهة. ربما هي فرصة دكتور أسامة لتوجيه التحية للطواقم الطبية التي تعمل يعني منذ 7 أكتوبر بلا كلل، ورغم استشهاد عدد كبير منهم، يعني نوجه لهم التحية. يعني بالتأكيد أنا بعتقد أنه الطواقم الطبية هم الجنود المجهولين خلال هذه الحرب، بذلوا جهد كبير،
استطاعوا أن يصمدوا في المرافق الصحية، لم يغادروا هذه المرافق الصحية إلا بعد دخول القوات الإسرائيلية إلى داخل هذه المستشفيات، وقبض على بعضهم وما زال البعض منهم معتقل حتى هذه اللحظة. أنا باعتقادي أن الطواقم الطبية بذلت جهد جبار خلال هذه المعركة وما زالت، وحتى عندما انتقلت العديد منهم إلى رفح تطوع للعمل بشكل سريع في المرافق الصحية اللي موجودة في رفح. هذه الطواقم الطبية ومعها أيضا طواقم الدفاع المدني وطواقم الإسعاف، أعتقد أن هؤلاء جنود مجهولين في هذه الحرب وأدوا واجب مقدس في هذه المرحلة.